اهلا وسهلا بكم في صبريار. البارح ما كلمني واحد صاحبي من جماعة يسقط الانقلابي. يا ودي قال لي خي مازلت قاعد؟ اي قلت له مازلت قاعد شوية. علاش؟ قلت له علاش؟ ثم منعوا الاقعاد ولا عملوا ضريبة ب 100 مليم على الاقعاد واش ثم بالضبط؟ يا ودي قال لي اجري اجري راه باش يبيعونا اجري يا ودي اجري. اش قاعد فينا؟ قلت له ما يتباعد اش ثم؟ قلت ثم اجري. قال لي ما تلفتش وراك ودي راه باش يبيعونا بالمترو لفرنسا. يا اخي ما سمعتش. قال لي ما سمعتش بإيمانويل مولان نتاع نادي باريس؟ ما هو جاء لتونس بالسرقة هذا أول الجمعة وقابل وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي وتفاهموا. قال لي على السوم وهز مع زوز مشات لك دقلة النور وأربع كيلو تفاح سبيبة واش قال برغل من مخزوننا الوطني وروح. يا ودي قلت بالرسمي ورحمة الانقلاب. قال لي كيما نحكي لك. قال لك الراجل دخل تونس بسفساري باش ما فيقوش به حتى كهبط من الطيارة دخلوه. قال لي من 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 مطار الحجيج باش ما يشوفوا حتى واحد. هاك قلت له إيمانويل مولان دخل على مطار الحجيج رئيس نادي باريس السابق مدخلين له تونس على الكونترا وبسفساري ورحمة الانقلاب. قال لي كيما نحكي لك. ودي قلت له باه. قلت له انت باش عرفت كي هو دخل بالسرقة؟ قال لي موقع نتاع صحيفة فرنسية فضحته. وهكا قلت له هكا قالوا في المقال دخل تونس بسفساري؟ اي. قال لي بلا. قلت له سمح سفساري كيفاش قالوها بالفرنسي؟ قال لي كتبوا هكا ان لون فولاغ بلون. شوف السيدي قلت له والله على الاقل الصناعه التقليديه نتاعنا عندها قدرها في الخارج. حسيلو ربي قدر الخير برجوليه يا جماعه. ايمانويل مولار هذا يا مش لاعب. اي صحيح هو توا المدير العام نتاع الخزينه الفرنسيه مراه الرئيس السابق نتاع نادي باريس. سيد شهيرة رجل الازمات شهيرة نتاعو هو بيدو. قال لك يحكي على روحه. قال لهم انا كاريتوني جيت لبلاد الازمه راهي في الدوره. واش هي وظيفته؟ شنو هي وظيفته نادي باريس هذا يا جماعه؟ باش نبسطوه هاك الدول اللي توصل مرحلة التنفس الاصطناعي يجي هو يبيع لهم الاكسجين. اي اما شيء يبيع لك الدبوزة ويخلي الفانا عنده الغديك. وعلى قد ما تسيب انت في السيادة الوطنية على قد ما يحل الفانا هو من غادي. على قد ما تتمسك انت بالسيادة الوطنية على قد ما يسكر هو الفانا من غادي. تمد له انت مفتاح السيادة الوطنية في يديه يمد لك هو مفتاح الفانا في يديك. ما صاحبي بتاع يسقط الانقلاب قال لي هو علاش؟ قال لي دخل بالسرقة ايمانويل مولان. قلت له علاش؟ قال لي ما وزارة المالية هبطوا على الفيسبوك هبطوا ستاتيو تونس للبيع شكون يحب يشري؟ يا اخي كتب لهم هو بغي سيل فوبلي. يا اخي قالوا له ايجا بريفي. يا اخي جاهم بالسرقه على البريفي. والله قلت له تبارك الله عليكم انتم شبعت ضد الانقلاب خيوطكم طويله ياسر في فرنسا بصراحه يعطيكم الصحه. حسيلو عطاها لي فجعة اللي هي برجولية تونس تباعت. قال لي السيادة الوطنية تباعت. قال لي ونحن نتفرجوا. تي قلت له شبيك يعني نشوف فيكم محافظين عليها السيادة الوطنية على الاخر. بلا مرة نهار كامل وانتم تصبوا بينا من دولة لدولة. اللي وليت كي تحط خريطة العالم قدامك تلقى صابون تونس منشور على شريطة خط الاستواء. يا اخي اليوم الصباح سفارة فرنسا كذبت الامور يا جماعه. سفارة فرنسا هي في تونس خرجت اليوم بلاغ قالت لك ايمانويل مولان راهو جا لتونس بطلب من تونس وراهو ماهوش رئيس نادي باريس توا اما جا كمدير عام الخزينه الفرنسيه وفي اطار التبادل المستمر بين تونس وفرنسا. يا صاحبي يا بتاع ضد الانقلاب هكا قلت له تغلط فيا؟ وطلع مدير الخزينه الفرنسيه مش نادي باريس. والله قلت له بنشكي بك الجوهر مبارك انت شفت يا ودي. قال لي السفاره يكذبوا السيد جاك كرئيس نادي باريس وباش يتحكموا هما في تونس. باه قلت له احلف. قال لي ورحمه الانقلاب. قال لي كيما نحكي لك. قال لي هكا يعني انت تصدق سفاره فرنسا وما تصدقش الاعلام الفرنسي؟ والله قلت له شوف يا صاحبي مادام هالزياره سريه مادام ثم هدره مش هي. اما سواء الفرادي جاب كاسكيت نادي باريس ولا الخزينه الفرنسيه نحن في الحالتين قاعدين من الاخر نمدوا في ايدينا يا صاحبي. وهو كان وصلنا نمدوا في ايدينا راهو ثم عباد كرت علينا. كان وصلنا نمدوا في ايدينا ارجع لعشر سنين وشوف شكون اللي نصب علينا. وكان وصلنا نمدوا في ايدينا راهو ثم ايادي مرتعشه تحكم توا فينا وما بدلتش الماكينه. والشعب الكركار عمره ما يصنع سياده وطنيه. الشعب اللي يلوج على اللقمه الطريه عمره لا ينعم بالسياده الوطنيه. الشعب اللي يخدم 10 دقائق في النهار وعامل لإدارة ذكية عمره لا ينجم يحافظ على سيادته الوطنية. الشعب اللي رسكي ويهز من الكاسة ويخلي في سته في بيروه ويروح ويفصع من الخدمة ونهاره مركي ويعمل إضراب على الزيادة في دولة غاطسة في الديون وكي العباد تخرج تبني يخرجوا ويهد وكي نقولوا له اخدم يضربنا بالحجر عمره ما ينجم يحافظ على سيادته الوطنية. اللي يحب يكون سيد في بلاده يشمر على ذراعه. اللي يحب يكون راسه عالي يحرث بالخيالي. واللي يبدا راكش ومادة ساقيه ويحب العباد تخدم عليه والله يقعد طول عمره مادة يديه. اخرج يا مواطن يقف على رزقك لا يضيع وقتها نجم تقول طز في الجميع وارشم له شكب.